السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعليم. غنبداو التمرين الثاني وليك. المهم هذا التمرين دابا شنو غنشوفو فيه؟ غنشوفو فيه لا باش نحددو هاد لو كورون ايدوتي بجوج طرق. كاينة الطريقة ديال كومبلكس، الطريقة كيما كيقول ليها كونستركسيون دو فرينيل، كتعتمد على المتجهات و طونجونت. المهم غادي دابا On considère le circuit de la figure 1 soumis à une tension sinusoïdale et de t égale I cos oméga t. On se propose de déterminer le courant circulant dans les trois branches du circuit en régime permanent. I de t est égal à 1 cos oméga t plus phi 1 et 2 de t est égal à I 2 cos oméga t plus phi 2 et I de t est égal à I cos oméga t plus phi. Yani, I1 de t كتساوي I1 cos omega t زائد واحد ديفازاج في 1 بارابو هاد هاد. أولا قالي ديتيرمي لي زيكسبسيون دي زامبيدونس كومبلكس Z1 و Z2 لي دو برونش دي سيركوي. يعني باش نجاوب على هاد السؤال بعدا خاصنا نعرفو بأنه لامبيدونس ديال واحد لا ريزيستونس كتساوي R، يعني ما عندهاش لا بارت ايماجينير، هي ريال بيغ ار. لامبيدونس ديال اون بوبين كتساوي جي ال اوميغا، يعني ما عندهاش لا بارت ريال، كلها ايماجينير، يعني كلها لامبيدونس. زد سي كتساوي ناقص جي على سي اوميغا، هي في الحقيقة حنا على القوس هكا. هي في الحقيقة زد سي شحال كتساوي؟ كتساوي لنا واحد على جي سي اوميغا. حنا باش هاد جي حيت كنحتاجها باش تكون في فوق السطر خصنا نطلعها لفوق. باش نطلعها لفوق شنو خصنا نديرها؟ يعني كنضرب هاد المضربة في ناقص جي كتعطينا المضربة اللي بعدها في ناقص جي الاولى ناقص جي. انا ضربنا هادي في ناقص جي كتعطينا ناقص جي مضربة في جي هي واحد، واحد في سي اوميغا هي سي اوميغا هي هاد. المهم بالنسبة لابغونش الأولى عندنا واحد لابوبين، لابوبين عندها واحد لغيستونس، يعني لغيستونس ديالها انترن نسميوها انترن، بدي سي واحد الكورون اي ان ان دي تي. شناهي لامبيدونس كومبلكس ديال هادي؟ هادي يعني زي ان زد ان، يعني كتساوي لامبيدونس ديال هادي زائد لامبيدونس ديال هادي. علاش؟ حيت كنعتبرها اون سيري، يعني في واحد الغوش اللي فيها واحد الكورون ماشي جوج. دابا هادي من هادي كتسمى اون باراليل، هادي اون باراليل مع هادي، ولكن هاد ال وهاد ال راه اون سيري، يعني زد ديال ال زائد زد ديال ال غتعطينا زد ان تساوي ار زائد جي ال اوميغا. يعني كنجمع الزد ديال ال والزد ديال ال والزد ديال لابوبين كتعطينا ار زائد جي ال اوميغا. عندنا زد جوج دو كتساوي اش عندنا؟ عندنا كوندونساتور مع لابوبين عند ال عند ار، يعني غندير هادي ار زائد جي ال اوميغا زائد ولا المهم زائد ناقص هي ناقص واحد ناقص جي على سي اوميغا، يعني R زائد جي عامل هادي هادي زائد هادي زائد هادي، يعني كنعملو جي كنعملو ال اوميغا ناقص واحد على سي اوميغا ناقص واحد على سي اوميغا. زد ان زد دابا قاليك ديتيرميني اي دو تي اون اوتيليزون لا كونستركسيون دو فرينيل. هاد لا كونستركسيون دو فرينيل اش كتقول؟ لا كونستركسيون دو فرينيل كتقول لنا اذا انت مثلا عندنا واحد اتونسيون، عندنا مثلا واحد لابوبين مثلا ار هاك مثلا حطيت هنا واحد الكورون. إلا بغينا هاد لاطونسيون ما بين هنا
هنا اش كتساوي؟ كتساوي اي اي كتساوي عند كتسنى دوال دو تي، حيث الترناتيف اي دو تي تساوي اي ار، يعني اتونسيون او بورن انتر لي بورن ديال هادي، زائد اي ال لاتونسيون انتر لي بورن ديال هادي، يعني المجموع ديالهم كتعطينا اي اي دو تي. تالي اي دو تي انتيا دو تي هادي كتساوي ار اي دو تي، وهادي كتساوي دائما هادي كتساوي كتساوي ال دي اي دو تي بارابور التي. يعني إذا قلنا نعرف لا تنسى ما بين هنا وهنا، نجمعو هادي نجمعو بجوج، نجمعو هادي مع هادي بتاعتنا هادي، فوالا. يعني هنا عندنا إي دو تي ولا كان عندنا مثلا باقي عندنا واحد الكوندونساتور هنا، مثلا هنا واحد الكوندونساتور توا ونسير معاهم، كنزيدو واحد على سي انتقال اي دو تي دو تي. هاد هاد الاكسبريسيون اللي جات يمكن هنا اي دو تي، كنعرفو بلي اي دو تي كتساوي دي دي دوك اي دو تي على دي تي، يعني التغير ديال الشحنة. الشحنة مثلا عندنا واحد السلك بحال هكا، الشحنة الشحن الشحن الكهربائية كيتحركو، تغير في الزمن كيعطينا الإلكتريسيتي اللي دايزة في السلك مثلا، حيت الإلكتريسيتي هي التغير ديال الشحنة في الزمن، يعني ديك دي تي على دي تي. وكنعرفو بلي كي كتساوي سي اي سي كونسونت كتخرج كتلقى دي تي على دي تي، يعني إلا بغينا اي راه هادي خصها تجي لهاد الشي باش تكون اي على سي اي دي تي، باش تلقى هادي الحيلة على دريكة خصها نديرو على الانتقال، مثلا واحد على سي اي دو تي دو تي كما نجات الاكسبريسيون ديال لي سي او بون ديال سي. هادي لا تونسيون اونتري بون ديال لا بوبين، هنا اونتري بون ديال لا ريسونس. ومن بعد نكمل هاد الطريقة ديال خلينا نشرح البول. ومن بعد كنشد مثلا هادي كنعطيوها واحد المتجه كنسميوها مثلا او بي، من بعد نعرفو علاش كنسميوها او بي. هادي كنسميها مثلا او ا، مثلا هادي متجهة، هادي مجموعة متجهات هادي كيسمو متجهة، يعني ضروري هادي خاصها تكون تاهية، تبدا من أ وتنتهي ب بي. إلا هادي هادي مثلا نخليها مكايناش بالنسبة للسؤال الأول، هادي تيرميني تيرميني إي عندي تي عندي تي فيها غير إل أو إر. هادي ديال السؤال التاني نكملو، عندنا هنا عندنا اي دي دي تي، ولا هاي كان موجود اصلا، هيا اي ار كتساوي ار اي ان كوس اوميغا تي زائد في، هذه هي اي دي دي تي، هذه هي ار، يعني اي ار كتساوي ار اي دي تي، اي دي تي الاكسبريس ديالها، زائد زائد ال دي دو اي ان، حيت علاش علاش اي ان؟ حيت اي ان هو اللي دايز فيهم، بالنسبة لنا غنقولو اذن هنا اي ان، اي ان اللي دايز في هاد لابونش. دي دو اي ان دو تي بارابوغ تي، هي هادي كنشطو عندنا لا ديريفي ديال اي ان كوس اوميغا تي زائد في ان، هي هادي درنا لها الديريفي درك هادي. هيا نديرها كاع ال كونستانت، ال كونستانت اي ان تاهي كونستانت، كونستانت كوس شنو هي الديريفي ديال كوس كوس دو اي، اش كاتينا كوس الدريفي ديال كوس دو اي هو عندنا بريم، يعني الدريفي ديالها هي اي الدريفي ديال كوس، يعني اي بريم سينيس الدريفي ديال كوس سينيس هو موان موان، شوف عندنا السينيس هنا كوسينيس من هنا لهنا كاين
primitive. No tiene nada que ver con moi. Ya con moi. Moi sinus. Acá, acá. Moi y prim sinus y. Yani, moi sinus omega t zaid fi 1. Moi. Ya te suena moi sinus. بنحول الكوسينوس كنزيد هاد التعليل على جوج وبالنسبه للكوسينوس بحال بحال موان يعني عندك في الاخر عندك في الاخر زيد مثلا دابا هادي كتساوي هادي لا كتساوي هاد المتجهه سبحان الله او شنو هادي ا هادي ا كذا هاد او ا عندها شي عند واحد بالنسبة للأصل دابا زائد دابا هادي كاينة في أن دابا هادي كاينة في أن كاينة في أن هادي كاينة في أن زائد بي سوغ يعني هادي نزيدها مادا بي سوغ يعني هاكا ولكن خصنا نبداو من من سالات المنتجات الأولى هاكا هادي هي أو أ أ بي هادي هي هادي هي أو بي هادي هي إي هادي هي إل أوميغا اي ان هذه هي ار اي ان هذه هي في ان دابا باش نحسبو هاد هاد اي ان اسمع نديرو غنديرو اي كتساوي اي كتساوي لا اوسيتان نديرو جدا غاسين ديال هادي اوسيتان زائد هادي اوسيتان لان عندنا هنايا قائم الزاوية عندنا قائم مثل قائم الزاوية نديرو ار اي سيجنال زائد الأوميغا في أ سيجنال يعني إي هذه نقطة غادي غنعمل أنا غنعمل هاد ديال سيجنال وغتخرج وغادي نتوقع أنها إي وملي غتخرج هاد الجدر غنجيبو هاد الشيء غنعمل داك الشيء حساب عليا ديال الرياضيات كنجيب هاكا غاسين غاسين ديال إر وكاري بليس بليس إل أوميغا وكاري فوالا هادي هي إي يلا إي أن دابا خصنا لافاز لافاز كيفاش نديرها كيفاش نلقاها كنلقاها طونجونت ديال في أن شحال كتساوي طونجونت ديال في أن يعني هي في أن طونجونت ديالها هي نقول المقابل على المحاذي يعني كتساوي المقابل على المحاذي يعني إل أوميغا على إر إل أوميغا على إر المقابل على المحاذي لما نكتب هاد اي ان و اي ان كنعملو بيها مثلا اي ان اي ان كنختزلو بيها قيلة اي الاوميغا على اي ان هاكا حنا خاصنا في ماشي طونجونت في يعني دابا هادي غتعطينا في كتساوي في ان كتساوي ارك طونجونت ديال ال اوميغا على اي قلت حل كالكلاتريس ارك طونجونت هي طونجونت ناقص واحد ديال ال اوميغا على ار فوالا بنفس الطريقه غادي نلقاو اخرى نفس الطريقه غادي هاهي حتى ديال ايغور ديال ايغور ديال ايغور ديال ايغور هم بينا موان علاش موان حيت في ان غادي السونس كونتخير حيت عندنا هذا هو السونس بوزيتيف هي غادي الاكس موان هنا موان هذا هو السونس بوزيتيف ال اوميغا اي ان اف اي ان في خطر لتحت هذه هي اي او ا بي اي ان في الحقيقة اي ان كيساوي اي هذا لا نظن بلا لا هو اي هو اي بل هاكا شوف كلهم بحال بحال حيت ان باغلي هاد من هنا هو من هنا هو من هنا هاد